راح علي يا ست ام رياض، انا نيتي سليمه وربنا وحده بس هو اللي يعلم. انا اللي حصل لي ما بيحصلش ولا في روايه السينما. انا تهديت وعرفت ان الله حق. ما تخافيش يا ست ام رياض، انا بقاش مني خوف ولا خطر. كل اللي بتقوله ده ما يدكش المبرر انك تقابل الست سرية. وبعدين لو عندك اي حاجه مهمه عايز تبلغها لها تقدر تقولها لي وانا هوصلها لها. يا مدام ده منظر واحد يخوف. انا خلاص لا بقى لي حوله ولا قوه زي ما انت شايفه. وهو انت متخيل اني مش عايزاك تقابل الست سرية خوف منك؟ لا تبقى غلطان قوي ومخموم في روحك. امال ليه مش عايزين اكلمها في التليفون وباقي المعرض ما بلقيهاش؟ اكيد بتقولوا لها ان انا باجي لها هنا. يا حرام، اصلها مرعوبه منك. الست سرية ما جاتش المعرض عشان تعبانه، ومن قبل ما انت تتكلم في التليفون اساسا. سلامتها الف سلامه. هي عندها ايه؟ نزلت برد جامده شويه. لا بعد الشر عليها. طب باذن الله هتنزل المعرض امتى؟ الله، تنزل وقت ما تنزل بقى. الدكتور قال لها لازم تستريحي في البيت شويه. لا بقى، واجب عليا ان انا ازورها. انت ايه يا راجل انت؟ ما بتحسش؟ ما قلت لك 100 مره ان احنا مش عايزينك تشوفها، وهي كمان مش عايزه تقابلك. انت ايه حجتك دي؟ ايه بس يا ست ام رياض، انت طول عمرك ست اميره وطيبه ما بيطلعش من بقك العيبه. ايه اللي حصل؟ اسمع بقى ما اقول لك، الست سرية الضغط بيعلى عليها، ولو شافتك هتتضايق وهتتعب اكتر، واحنا بصراحه بقى ما صدقنا ان ضغطها اتظبط. انا هروح لها والكلام اللي انا هقوله لها هيظبط ضغطها اكتر. ايه الراجل ده؟ انت يا راجل انت؟ انت الو. ايوه يا ست نبيل. ايه؟ طب وما زعقتلوش ليه؟ يا نهار مش فايت، ده انت عملت فيه ده كله وبرضه مصمم انه يجي؟ طب افرضي بقى انه جه، انا هعمل ايه؟ الست سرية قاعدة في البلكونة على الكرسي ابو عجل. حاضر حاضر، هعمل كده وربنا يستر. حاضر، مع السلامة. جيب الهواء بسليمة يا رب. اللي بيشوف بلاوي الناس يا فاطمة تقول عليه بلوته. امال ايه؟ اما بقرا صفحة الحوادث دي بكتئب. امال ايه؟ هو اللي ايه وامال ايه؟ مالك عاملة زي الاسطوانة المشروخة كده؟ لا يعني انا اقصد يعني انه ده صح، كلامك كله صح، بس انا شايفه يعني ان ممكن ظهرك يوجعك وانت قاعده على الكرسي. خشي اوضتك وارتاحي كده في سريرك احسن لك. وانا كنت اشتكيت لك قلت لك القعده تعباني، هتقعديني في بيتي على مزاجك؟ ولا زهقتي مني ولا ايه؟ ولا بقيت تقيله على قلبي؟ يا لهوي يا ست الكل، معقول؟ معقول انا افكر كده؟ ده انا اللي عشت ولا كنت علشان اقول اللي انت بتقوليه ده؟ لا يمكن، يقطعني ويقطع لساني لو كنت افكر كده. ده انت منوراني ومنوره بيتك كمان. امال متلهوجه وعايزه تدخليني اوضتي وتحبسيني في اوضتي ليه؟ ده انا حتى كوبايه الشاي باللبن لسه ما جبتهاليش ولا غيرت شريقي. فاطمه بقول لك ايه؟ في ايه بالظبط؟ بتتلائم عليا ولا ايه؟ انا اقدر اتلائم؟ طب وانا من امتى كنت بتلائم عليك؟ فاطمه هاتي من الاخر وفهميني ايه الحكايه. ما هو انت لازم تخشي اوضتك دلوقتي عشان تستريحي. جرالك ايه يا فاطمه؟ روحي افتحي الباب بقول لك. ما هو انت لازم تدخلي الاوضه الاول. انا مش داخله الاوضه، انت هتتحكمي فيا في بيتي؟ ابدا والله، بس انا خايفه حد يشوفك يعني، وانت النهارده اسم النبي حبسك وصاينك حاجه كويسه قوي. فاطمه جر الكرسي بيا، دخليني في الصاله، انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل بالظبط. ما هو اصلي يعني، ما هو لا كده لا اما، مش عايزه اشوف خلقتك في البيت ده خالص. مين؟ شفتي مفيش حد؟ فاطمه افتحي يا كاهينه الى ايه ما انت، افتحي الباب. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، عاوز ايه؟ علي ازيك يا سرية؟ ايه اللي جرالك؟ سلامتك الف سلام. فاطمه
تعالي تعالي خليني اوضتي. ما قلنا كده من الاول. استني يا ست سرية، هما كلمتين والله ما حدايقك. بقولك دخليني اوضتي. استني استني الله يخليكي. ايه يا راجل انت؟ الله انت جبلة ولا ايه؟ انا جايلك يا ست سرية عشان تسامحيني. الدنيا غدرت بيا جامد قوي، وده عشان اللي انا عملته فيكي. انا شايل ذنبك على كتافي من ساعة ما خدت منك غصب عنك تكاكينك وفلوسك بالغصب والقوة. استني يا فاطمة، هما كلمتين بعد كده مش هتشوف وشي. عاوز ايه يا علي؟ اوعى تقول في عقلي بالك ان دي ست عاجزة اجي اخد منها اللي انا عاوزه، ولا تشمت فيا زي ما شمت يوم موت ابني رياض. لو تعرفي حالي واللي جرالي انت اللي هتشمت فيا. شماتة ايه يا راجل؟ احنا ما نعرفش الشماتة، خلي الشماتة لاصحاب الشماتة، لكن احنا ناس بتوع ربنا وعارفين ان كل واحد ما بياخدش الا نصيبه. وانا كمان خدت نصيبي، بس كان قاسي قوي، كان فظيع. خلص يا علي، انت جاي هنا وعايز مني ايه؟ الدنيا ادتني ضهرها، وريتني وشها الوحش، عيالي وامهم بعد عنكم اكلتهم النار قدام عينيا. استر يا رب، يا رب اكفينا شر النار وعذاب النار قادر يا كريم. وانا كنت السبب في اللي جرى لهم. انت ازاي؟ لازم المال الحرام اللي انت اخدته من الست سرية هو اللي عمل فيك كده. مش بس كده، انا رميت السيجارة في وسط القطن اللي جايبه لجهاز بنتي، مفيش دقيقة الدنيا كلها ولعت نار. حد يرمي عقب سجارة في القطن؟ يبقى انت كنت عاملها قصد. ابدا والله ما اقصدش، انا كنت بتخانق انا وام العيال وكان معايا سجارة، جيت ارميها من الشباك وقعت في نص القطن، يا دوب نزلت ما وصلتش للعربية وسمعت الصويت. مفيش دقايق كان كل شيء انتهى، النار كانت في الجو. ربنا يرحمهم برحمته. وانت كمان عايزك ترحميني وتسامحيني يا ست سرية. وادي يا ستي كل اللي انا خدته منك. ايه ده؟ ده بيع رسمي كل حاجة خدتها منك. بيع؟ ايوه، عقود مسجلة بكل حاجة خدتها منك غصب عنك. أصل الموت بقى قريب أوي، وكمان حسيت زي ما خدت أملاكك اللي تعبتي وشقيتي فيها، ربنا خد مني أغلى حاجة عندي تعبتي وشقيت فيهم، ولادي ولادي. بس يا حاج علي، ده كل حاجة مكتوبة على الجبين. شمتانة فيا، أنا مش حلو، بس ربنا خدلك حقك مني، وشربت نار فراق الضنا زي ما انت شربتيه، بس ربنا خد كل ولادي. وأنا رياض كان عندي بالدنيا كلها. اتفضلي يا ست سرية، كده يبقى رجع لك كل أملاكك. القرش الحلال عمري ما بيروح ابدا، وانا فضيت المحلات ورجعتهم زي ما استلمتهم، ويا ربي ده يكون تكفير عن غلطتي. واوعدك مش هضايقك تاني ولا هتشوف وشي، بس بترجاكي يوم ما نقابل وكيل الكريم تكوني مسامحاني. سلام عليكم. فاطمة دخليني اوضتي. حاضر. يا امي ما حدش كبير على المشورة. سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيشور مع انه اعلم بكل حاجة. صوت الواحد يا امي غلطاته كتير ووعاته كتير، يا رب ما توعي تاني. وديني وقعت رياض، وقع ما مناش قومة، فينك يا ضناي؟ دكاترة الدنيا كلها ما قدروش يعملوا اللي انت كنت ممكن تعملهولي.
محتاجة لإيدك تشدني تقومني يا رياض على رجلي تاني. نفسي أقوم أمشي تاني يا حبيبي، نفسي أصلح غلطاتي، نفسي نفسي، بس إزاي؟ ست سرية أنت نمتي؟ لا يا فاطمة تعالي، أنا جاية بس أطمن عليكي، ولو إني صعبان عليا منك أوي. ليه يا فاطمة صعبان عليك مني؟ كده برضو تقولي لي مش عاوزة تشوف وشك تاني. معلش يا فاطمة، حقك علي. لا يا حبيبتي لا، حقك انت اللي علي، اصلا انا ما كنتش عاوزاك تقابلي عشان ما تتضايقيش. هو انت كنت عارفه انه جاي؟ اه، ما هو راح للست نبيله في الورشه وبهدلته ووصتني، قالت لي لو جه ما تخليهاش تشوفه. نبيله يا عيني عليها. مساء الخير يا فوفو. مساء الخير يا سلطان. لا امال فين ابوك الحاج يا بنت؟ راح يا اخويا للمخفيه اللي اسمها سريه. اوعى بنت يكون راح يرجع لها حاجتها زي ما قال. اه يا اخويا، قال لي عارف ينام ولا يرتاح ولا يهدى له بال الا لما يرجعهم لها. يا دي المصيبه. وهي مصيبه بعقل، دي المصايب نازله علينا كتير قوي اليومين دول. يا بنت يا بنت، يعني حد يكون تحت ايده املاك بالاف مؤلفه زي دي ويروح يرميها كده؟ غلبت معايا سلطان ومفيش فايدة. وانا كمان يا بيت، انا كمان كلمته كتير. خلاص بقى هنعمل ايه يا بيت؟ خسارة، الله ينتقم منك يا حاج. جرى يا سلطان، انت اتخوضت في نافوخك؟ انت بتغلط في ابويا؟ بقول لك يا فوق لفواك. خلاص يا بيت خلاص خلاص، يعني انا اللي بقوله دايما، انا قلبي عليكي قلبي عليكي، مش كنا اولى احنا بالفلوس دي احنا والعيال؟ طب هش بقى هش، ليكون ابويا اللي على الباب، عارف لو نطقت قدامه بكلمة وزعلته. طب بس بس يا اختي خلاص، انا داخل اتخامل. يلا بالسلامه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايه يابا قابلتها؟ ايوه قابلتها، انا دلوقتي بس ارتحت. ارتحت؟ طيب اعملي لي كوبايه شاي يا بنتي. حاضر يابا. ولا اقول لك بلاش، انا داخل انام، انا حاسس ان انا دلوقتي بس هيجيني النوم.